أرواح كيما راك هاردها أرواح. أرواح ادخل للمسجد، راك تزطل تبلع وكذا، أرواح ادخل، المهم راك تصلي. صلي وتقترب من الله وتجي والله غير راح تتبدل. لأنه وليت لربي، ربي سترك ورزقك ووفقك وأنت راك بعيد عليه. الحل يا إخوان أن نرجع إلى الله. نرجع إلى الله ونتحصن بالله، ما نقدروش حنا بلا ربي، ما نقدروش نعيش، ما نقدروش نتنفسوا، ما نقدروا نديروا والو إلا بإذن الله. وبعد يقول لك ما بانت ليش، راهي مغلوقة، تلفت لي دعوة راهي قعمل، إيه باين ضبة الشيطان وملبس لك نواظر كحولة، هاد نواظر كحولة وأنا ملبسهم لك الشيطان، وأنت كتشوف الدنيا كاع كحلة. إذا يجب أن تنفض الغبار على نفسك، روح أعطيها بتدويشة، دوش بماء الطهارة وماء التوبة، وابدأ صفحة جديدة من حياتك، وتلقى الحياة تاعك الآن ستتغير. أنت إنسان تغلط، عندنا جوانب تاع خطأ، وكي تخطأ تولي، وربي هو التواب، ربي يتوب عليك، غلط تولي، تولي لربي، ربي ما يخليكش، بيوفقك باش جابك لهنا. شكون جابك؟ الله عز وجل هو الذي وفقك باش جيت أنت لهذا المجلس. لما جيت لهذا المجلس معناتها أنت فيك الخير، بصح إلا ما اغتنمش الخير، وربي جابك باش تسمع الكلام هذا، وأنت راك تسمع فيه، ومازالك راسك يابس، والله غير لا تلومنا إلا نفسك. إذا